راه ما بغاش نقربوا له، ما بغاش ندخلوا له، وحنا جينا يعني عمليه تطوعيه ما قدرناش، اللي قدرنا عليه عملناه. الدرخ عباره عن خربه. دابا اللي مطلوب اللي يشوف هذا الفيديو هذا وبغى يقوم بالمساعده، مطلوب اننا الصبغه ديالو، واهم حاجه هو شرف الله وقدركم طواليط المرحاض. ما عندوش المرحاض، هو كاين خصو غير يتجهز ويتعدل، ولا كان شي اتى ديال التفريش ديال الا كان شي زرابي، لا الا كنتو هانتوما تشوفوا الفرش اللي ناعس عليه كيف عامل. وعملنا معه واحد اتفاقيه هي ان نسكسفوا له حاجه بحاجه، الا عوضنا حاجه يقدر ننتقلوا لبيت اخر. وكذلك هادشي ديال الطيقان بحال اللي قلت، الدار هي عباره عن خربه، اللي هو كيدخل كيما بغا ويخرج كيما بغا، والشتا والبرد.